يمكن وفاة والدته وحرمانه منها وهو لسه في اللفة السبب وراء ارتباط الشيخ التوني بعلاقة حب خاصة مع زوجته اللي شاف فيها الأم والأخت والصديقة، علاقة بيحكي عنها الولاد والجيران وبتشهد عليها دموع الست تحية كل ما تسمع صوت جوزها في الكاسيت. كلميني عن الشيخ أحمد التوني رحمة الله عليه، كان عامل إزاي معاكي بقى؟ كان عظيم. تعبك وعمل مشاكل ولا كان إيه بقى؟ لا. سبحان الله، يعني كان يعني ماشيين نشيل كده. الله يرحمه. الله يرحمه. كان عنده طقوس معينة في البيت، يعني كان كان عظيم. كان بيختلي بنفسه مع نفسه؟ لا، ولا طول وقت مع أسرته في كان البيت؟ كان يقعد معنا ويناغينا، ولو يوم ليلة يصحي اللي نايم. وهو الصبح؟ في الصبح. وهو راجع يصحيهم ليه؟ عشان يقعد معهم، يفطر معاهم يفطر معهم حتى لو ما فطرش. مثلا تعالوا قعدوا جار اللي كان ولد ولده، أنا يعني أنا ما شفتش مثل حد يعني. عشان لو قلت لا ابو كذاب. طب قولي لي، بتحب تسمعي له ايه بقى من الشرايط بتاعته؟ نسمع كل الشرطان بتاعته. ما عندوش يعني شرطان وحش. بس ايه اللي بتقعدي كده لو تحبي تشغلي شريط كده مع نفسك بتشغليه كده وتقعدي تسمعي؟ احب الغنامي، المارو بالاخوان، قلوب العاشقين، يعني والشرطان كلها انا ما عرفهاش. ما خفتيش عليه كده من ستات بره وهو بيسافر بره يروح يعمل حفلات؟ ما ولا هو غير عليه ولا انا غيرت عليه. ثقه خلاص، ثقه ببعضنا. هو كان بيمدح مع نفسه كده في البيت في ايوه كان ما بيعمل بروفات، كان بيحضر ازاي كده ما تحكي لنا؟ كان طول وهو قاعد كده يغني. وسبحان الله، ليله ما مات من الساعة 9 الليل للساعة 9 الصبح ما خلى غنوة لما جابها. وهو نايم؟ لا، كان قاعد على كرسي. كان قاعد على الكرسي؟ ايوه، لغاية ما قلت له انا راسي وجعتني. قال لي يا شيخة ما تسمع. ويعني كنا نقعد نضحك مع بعضين. شغلته بعيني، عينه مجلى جمالك. كان ياخد رأيك في الحاجات اللي هيعملها جديدة مثلا؟ كان ايوه. ولو في حاجة ما عجبتنيش اقول له ده وحش يا شيخ احمد. ويسمع منك وحش؟ ويسمع منه وممكن يغيرها. حصل كتير الموضوع ده؟ اللي ما يعجبنيش اقول له عليها. طب بس هو كل حاجة كانت فيه حلوة. الله يرحمه. الله يرحمه. وانت كنت تعرفي اللي بتفسري القصائد الفصحى القديمه دي؟ لا، ما انا مش معرف اقرا. بس انت بتحس بيها يعجبك؟ انا بحس بيها. انت اتجوزتي كان عندك كام سنه؟ 16 سنه. وكان وقتها هو عنده كام سنه؟ كان عنده زي 35. ده كان كبير يعني، كان بالنسبه لجيله. ما حسستش بيه اللي هو كبير، ولا هو حس، ولا انا حسست اللي هو كبير عني. كان صديق يعني، صح؟ ايوه. كان سبحان الله. ما زعلكيش قبل كده خالص؟ لا. وما طلعكيش غضبانة مثلا؟ يا باي الشيخ أحمد. لا. ده كان لو يجي من الليلة وأنا أروح بيت أبويا أقول أقعد لي يوم.
كان يجي مع الفجر يخبط على بيت ابوي وياخدني يرجعك ترجعي معاه البيت. ما بديت يقول انا رحت البيت ما لقيتكيش يا حجه يلا البسوا يلا. كان عمام وابويا الله يرحمه يقولوا حياك ما فيش الصبح يصبح يقول انا كده ما احبش اغيب من البيت. طب ما خدكش معاه بره مصر ولا مره ما قالكيش كده تعالي نطلع بره؟ انا لفيت القطر بتاع مصر كله. انا وهو. وداكي فين بقى؟ وداكي فين ده؟ فصح ولا شغل؟ كان بيشتغل ولا بيفسحك؟ لا انا هشتغل. بيفسحك يعني ولا بيشتغل؟ ايوه رحت من الجبلي الجنة. ايوه الاقصر. اسوان. لا اسوان ما روحتش. عاد من المحافظات كلها. بيوديك تعملوا ايه بقى؟ اسكندريه. بورسعيد القناطر. يعني يفسحك يعني؟ ساعات يفسحني وساعات كنا يغني اسمعه. تروحي مع المولد او تروحي مع الحفله؟ لا مثلا انا اقعد اسمع فيه الليله وبعد ما يخلص يقول عجبك اقول له كنت ممتاز. طب وانت ما زعلتوش ولا مره؟ لا. ولو زعلته كان هو اللي يجي يعني لو عملت حاجه غصب عني. ايوه طبعا كان هو يجي يصالحني كمان. ايوه يعني ما كناش نتحاسب مع بعض متجوزين يعني كنا حبايب صدقاء يعني الحمد لله. وكان معاملته مع الناس عامله ازاي بقى لما الجيران الناس؟ الغريب زي الغريب عنده كلهم حبايب. اي أيوة والله.